عنابة. مساء الخير. ياسمين بومعايزة 19 سنة من ولاية عنابة. سؤال أستاذة ريم اتفضلي. مساء النور. اختاري لنا شخصية تعتبريها قدوة في حياتك ولماذا؟ شكرا على السؤال. الشخصية التي أعتبرها قدوة في حياتي هي أمي، وكأي فتاة أو أي إنسان يعتبر أمه شخص مثالي يعتبره قدوة له في حياته. أمي إنسانة وجهتني في